مرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نروح معاكم لفقرة الحقيقة أنا بالنسبة لي هي فقرة عن خبر من أحلى الأخبار أو من أكتر الأخبار الإيجابية اللي أنا بحب دايما أسمعها وكمان أنقلها لحضراتكم. إيه الخبر؟ الخبر هو انطلاق أولى فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشار الخير 1 و2 في محافظة الإسكندرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات لمدة 10 أيام متصلة في إطار خطة هيئة قصور الثقافة. يعني يمكن اللي مش عارف جوانا فرحانة ليه، لأن منطقة بشائر الخير دي كانت منطقة عشوائية وتم تطويرها بشكل كبير ضمن المبادرة الخاصة بالعشوائيات. النهاردة مبادرة حياة كريمة بتخش لها علشان توصل لها هذه المكتبات المتنقلة. الفعاليات دي بتستهدف تقديم خدمة ثقافية في كل المناطق الجديدة الآمنة أو ما يعرف بالمناطق بديلة العشوائيات. على الهاتف معنا الدكتور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، نتعرف منه على كافة التفاصيل. أهلا بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا، صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أهلا بحضرتك. لو توضح لنا يعني فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة في مدينة بشائر الخير في الإسكندرية، هتعملوا إيه تحديدا؟ مستهدفين إيه؟ هتقعدوا قد إيه؟ كل التفاصيل دي. موضوع مكتبة بشائر الخير المتنقلة أولا هي من ضمن خطة الدولة المصرية في تطوير مناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات. إحنا الإسكان الآمن تطوير خطة التطوير دي في كذا محافظة، في محافظة القاهرة ومحافظة بورسعيد وفي الجيزة وفي اسكندرية بشائر الخير. موضوع بشائر الخير المكتبة المتنقلة بالتعاون مع مكتبة صندوق مكتبات مصر العامة في إطار حياة كريمة. طبعا احنا بيهمنا في الحياه الكريمه مبدا العداله الثقافيه اللي بتنتشر على مستوى الجمهوريه، لان نبدا ننزل للانسان كله في كل مناطق، واحنا بنهتم بالنشر. مكتبه مصر الخير بالتعاون مع الهيئه العامه لقصور الثقافه المتمثله في اقليم غرب الدلتا، عندنا بدانا المشروع المبادره تبدا من يوم 27 شهر 9 لحد 5 سبتمبر لمده 10 ايام متصله. ال 10 ايام تتخلد فيها ورش توعويه، ورش حكي للاطفال، في ورش رسم بيجيب الاطفال بنعمل لهم عندنا في هناك في المكتبه. المكتبه فيها مجهزه بامكانيات عاليه جدا، فيها هنديهم برامج تثقيفيه، هنعرفهم ايه اهم الاماكن في مصر كلها، تعريف الاطفال، بنعمل ورش العاب، الالعاب التفاعليه اللي كانت موجوده بننزل فيها. عندنا متخصصين من اسكندريه، من المقيمين من اسكندريه لمده ايام 10 ايام متصله، متواصلين مع الاطفال، ونطلع الموهوبين اللي فيهم، سواء رسم، سواء حكي، سواء القاء، سواء شعر، سواء غنى. في عندنا برضو فرق العرايس، عندنا عامل لهم حفلات، وعاملين لهم حفلات عرايس ماكيت بالماريونيت وعرايس ورش عرايس. فدي احنا بنطلع المواهب بتاعه الاطفال عشان ننميهم، لان احنا بيهمنا الانسان، بنعزز نشر تعزيز القيم الايجابيه في المجتمع المصري. وده من اهم الاماكن اللي احنا جايين شغالين عليها، هي مناطق بديل العشوائيات. طبعا يعني انا بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر لهذا الشرح المفصل. والحقيقه يمكن هذه الفعاليات بجانب كمان الكتب والقراءه مهمه جدا جدا جدا، يعني احيانا بيكون الاطفال عندهم مواهب فعلا محتاجه بس حد يقدر ان هو يخرجها منهم. بس حابه اعرف من حضرتك مين القائمين على هذه الفعاليات، وكمان يعني واحنا بنتكلم عن وجه التعاون بينكم وبين كمان قصور الثقافة، يعني لو تكلمنا أكتر في هذا الإطار يا فندم. هو إحنا التعاون بيننا تحت طبعا معالي الوزيرة الدكتورة زينة كيلاني وجهت لنا بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، معالي السفير رضا العربي، إن إحنا عندنا دلوقتي المكتبة دي تابعة لصندوق مكتبات مصر العامة، وهي مكتبة مجهزة بالكتب والتقنيات الحديثة. إحنا عندنا موفرين من عندنا إحنا منزلين الخامات من عندنا، ومنجايبين المدربين عندنا من مكتبات، متخصصين مكتبات من فرع ثقافة اسكندرية تبع الإقليم غرب وسط الدلتا الثقافي. فهم بينزلوا بيدربوا الأطفال، أولا الكتب متاحة للأطفال اللي عايز يقرأ في جميع المجالات كلها اللي جاية مع المكتبة. إحنا بنعمل متخصصين في الورش، ورش حكي، يعني بنجيب الطفل اللي عنده ورش حكي، ورش رسم، فنون تشكيليه، اللي عنده فن تشكيلي، في فنانين تشكيليين بينزلوا مع المكتبه، بينزلوا معاهم بالورش، احنا بنجيب لهم الخامات والورق والالوان، ويقعدوا مع الاطفال وتفاعل مع الاطفال. التفاعل الايجابي المباشر مع الاطفال اهم وسيله لاكتشاف المواهب وتنميه المواهب وتنميه الروح الايجابيه عند الطفل. حضرتك كل الكلام على الاطفال، يعني مش شايف كلام على الكبار خالص، مفيش ندوات للكبار، مفيش لقاءات ثقافيه، ما بتطلعش من وسطهم حد شاعر يطلع يقول شعر، حد عامل
نشاط، يطلع يتكلم عن هو نفسه. المشروع متمركز كله على المواهب وعلى الاطفال، انما الكبار بيبقى لهم اماكنهم وكبارهم، انما دي مكتبه صغيره، دي المشروع كله متمركز على الاطفال. واحنا مشروع المبادره نفسها بتاعت المبادره نفسها بتاعت حياه كريمه، احنا بننزل لهم في اسكندريه، بننزل بمشروع متكامل اطفال وكبار ومسرح، ومسرح متنقل ومسرح طفل، فده على مستوى الحياه كريمه، على مستوى ده في استدامه فيه. انما مشروع بشائر مصر الخير كمان احنا شغالين فيه، احنا بعد ما نخلص الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله، اعتبارا من الشهر اللي جاي مع بدايه المدارس، احنا عندنا تعاون مع وزاره التربيه والتعليم، وزاره الصحه، وشركه الشرب والمياه، شركه الشرب في اسكندريه، احنا عندنا برنامج مستدام بالنسبه لبشائر الخير في اسكندريه، وكذلك جميع المناطق العشوائيه، بديل العشوائيات في المحافظات الثلاثه اللي احنا ذكرتها. هايل يا فندم. طيب بالنسبه لاطفال ذوي الهمم يا فندم، برضو يعني داخلين ضمن هذه القائمه المستهدفه؟ اه طبعا، احنا ذوي الهمم ده بياخد اولويه اولى عندنا كمان فتره المفاتره السنه دي كلها، ذوي الهمم اولويه اولى عندنا، يعني احنا عندنا في متخصصين في ذوي الهمم، وكده كده ذوي الهمم احنا ندخلهم في وسط الاطفال، ده دمج، ده يعني دمج، وفي ايضا متخصصين للتعامل معاهم. اه طبعا 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 يا فندم، طبعا يا فندم، احنا عندنا ضربه خاصه للطفل لذوي الهمم. هايل يا فندم. طب بالنسبه لباقي المشروع، ويعني وعموم المشروعات الخاصه بمناطق تطوير العشوائيات، عملتوا ايه وناقصكم ايه؟ مناطق تطوير العشوائيات في محافظات القاهره والجيزه وبورسعيد، وبورسعيد تتمثل في القابوطي، في القاهره عندنا في اهالينا في روضه السيده وفي الاسمرات والمحروسه، وعندنا في الجيزه في حدائق اكتوبر، احنا عندنا في استدامه شهريه في موضوع بديل العشوائيات، احنا عندنا خطه، عاملين خطه من ساعه ما جيت، عاملين خطه شهريه لبديل العشوائيات، يعني احنا اخر في بورسعيد كنا شغالين في بورسعيد الشهر اللي فات، وكنا شغالين كويس قوي في بورسعيد، وكان في معرض كتاب بالتعاون مع الهيئه العامه للكتاب، كنا عاملين كان في تحت رعايه الدكتوره نافين كران، كان في معرض بورسعيد، جبنا الاطفال وعملنا لهم رحلات لمعرض الكتاب، وعملنا لهم ورش تثقيفيه هناك، وعملنا لهم كل الاهتمام بالاطفال في هناك بورسعيد في القابوطي. طب يا فندم، يعني المناطق اللي بيتم التعامل فيها بهذه المكاتب المتنقله، على اي اساس بيتم اختيارها؟ لا يا فندم، هي خطه، احنا دي خطه معموله بالتعاون مع مكتبات مصر العامه في حياه كريمه منتشره، يعني احنا في كل حياه كريمه مع بالتواصل مع الدكتور السفير رضا الطيفي، اللي هو محدد الاماكن بينزل معانا فيها، احنا بنتعاون معاه سواء في القاهره، يعني احنا لسه جايين من البحيره الاسبوع اللي فات، كانوا عاملين مكتبات مصر العامه، كنا عاملين نازلين فيها في مدينه رشيد، فهو في خطه موضوعه ما بين مكتبات مصر، صندوق مكتبات مصر العامه، وبين الهيئه العامه لفنون الثقافه، بالتعاون المستمر بين الجهتين. اخيرا يا فندم، احب اعرف من حضرتك ردود افعال المواطنين فيما يخص المكتبات المتنقله. لا، في ردود فعل واضحه جدا، المشروع ده من انجح المشاريع في وزاره الثقافه ومكتبات مصر العامه، لان في كل الاماكن بيطلبوا المشروع وبيرجع يبقوا عايزينه ثاني، يعني هي الناس بتبقى عايزه المكتبات من كتر نجاحها بيبقوا عايزين يكرروها مره واثنين وثلاثه، واحنا في صدد ان احنا باذن الله مع الدكتور رضا هنكثف المرحله اللي جايه، هنكثف ثاني نزول المكتبات باذن الله. صحيح. بنشكرك يا دكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه، شكرا جزيلا على هذا التوضيح.